الزمالك اقترب من التعاقد مع مهاجم نادي انبي اللاعب النيجيري جون مافوكا مقابل مبلغ مالي ضخم. وعمر السعيد تابع معايا الحلقة لايك واشتراك وكمل معايا الحلقة للآخر. استعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بحسم عدد كبير من صفقات الفريق الموسم القادم، ومن أولها مهاجم نادي انبي جون مافوكا لصفوف نادي الزمالك بمقابل مالي ضخم، وعمر السعيد لمدة موسم لإعارة أو ممكن بنية البيع. ويواصل مسؤول نادي الزمالك الضغط على نادي انبي لإتمام التعاقد نادي الزمالك مع اللاعب النيجيري، لأن اللاعب النيجيري طبعا مميز جدا والتحاماته البدنية جامدة جدا مع نادي انبي، ونادي الزمالك بيحاول يجد البديل للاعب سيف الدين الجزيري بعد طبعا ما أعلن أنه رايح إلى الدوري الإماراتي طبعا بعد تألقه مع المنتخب في البطولة العربية، وتم رفض ان هو يجدد مع نادي الزمالك، والزمالك بيبحث ان هو يلاقي لاعب بمواصفات سيف الدين الجزيري، ودور طبعا ولقى ان افضل لاعب حاليا لنادي الزمالك هو اللاعب جون مافوكا لاعب نادي انبي. وبالفعل نادي الزمالك كانوا بيتكلموا مع جون مافوكا من فترة، ولكن المفاوضات وقفت تماما، ولكن مسؤول نادي الزمالك في الساعات الاخيره جددوا المفاوضات مع نادي انبي بعرض مالي ضخم، واللاعب عمر السعيد زي ما قلت لكم طبعا، ونادي انبي صعب ان هو يرفض عمر السعيد ومبلغ مالي ضخم، ان هو ممكن بالمبلغ اللي هياخده زائد عمر السعيد يجيب لاعب يفيد نادي انبي اكتر من جون مافوكا. ولكن نادي الزمالك بيحاول وبكل قوته بالتعاقد مع افضل لاعبين في الدوري المصري حاليا. نادي الزمالك بيحاول يجدد في فريقه تماما، لان معظم الفريق هيكون راح على نادي الزمالك في الموسم. رغم جون مافوكا مع نادي انبي ارقام مميزه جدا، مسجل حتى الان 5 اهداف ومنهم 3 اهداف من ضربات جزاء، ولم يتلقى سوى انذار واحد طول مباريات الدوري في الموسم الحالي. ما تنساش لايك واشتراك وقول لي رايك في الموضوع، و